إن شاء الله وأنا في سوق نزوة مررت بهذا المحل حلوة أولاد نصير، بيع الحلوى العمانية، وهي طبعا من الحلوى المشهورة عند العمانيين، خاصة في أهل نزوة يعرفون يعني حلوى نصير كما تذكر يعني عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. الاسم الكريم؟ ناصر بن سالم بسيف الصباحي. ناصر؟ نعم. الأخ ناصر ما شاء الله لفتني الانتباه وتذكرت، يعني كنا نسمع من صغار حلوى نصير، يعني نعم. هل يقرب لكم كان؟ أولاد نصير. نعم. إيه أنتم من أولادهم؟ نعم. ما شاء الله. نعم. وأنتم تري أيضا حرصت الآن تحيي التراث أبوكم يعني في هذا العمل. نعم بالضبط. إيش اللي شجعكم يعني في هذا؟ والله كونها مهنة متوارثة في عندنا يعني من زمن جدي. نعم. فيما يفوق 100 سنة. ما شاء الله. ربما يعني من الحاجات المرخة هي انها من اقدم الحلوى في سلطنة عمان. نعم جميل. واللي زادها غير عن جودتها زادها محافظتها على الاسم وتواصل يعني المهنة بين الاجيال. ما ابرز انواع الحلوى التي تقومون بانتاجها؟ يعني شوف ما شاء الله. ابرز انواع الحلوى هي حلوى السكر الاحمر او قصب السكر. نعم. ينتج محليا من في نزوة جميل. او في مناطق اخرى من عمان. نعم جميل. فهذه من ابرز الحلوى انواع الحلوى، والتي مثل ما تقول هي كل مكوناتها طبيعيه، ونحن نحاول نحافظ على هذا المنتج خالص وطبيعي من اي اضافات او اي تغييرات قد تطرا او قد تضاف بهدف التسويق او بهدف، لانها في النهايه هذه سلعه تقليديه. نعم. زين، وبالامكان كل تاجر بامكانه يضيف اشياء كثيره، ولكن نحن خوفنا على تغيير هويه هذه الحرفه وهذه الصنعه. نحاول تجنب الاضافات وخصوصا المخله منها. نعم. جميل. ايضا يعني كيف استطعت تجذبوا الاخرين للشراء من عندكم؟ نعم. بالنسبه للجذب نحن نعتمد على الذكاء الفطري للمستهلك. جميل. وهو قدرته على معرفه الشيء الطبيعي والشيء التقليدي الحقيقي بدون اضافات. نعم. وبدون تدخل عماله وافده. زين، وبطبيعه بساطه المعامله ومصداقيتها. جميل. لمن يريد فتح مثل هذه المشاريع ما هي نصيحتك له؟ والله نصيحتي له انه هذه صنعه لابد ان يتعلمها. زين، ويتعلمها من اساتذتها او من اصولها. نعم. ما يتعلمها من زي كما تعلمتم انتم من ابائكم، هل ايضا اولادكم تعلموهم؟ نعم. هذه الحرفه؟ نعم، هم يتعلموا من عندنا وهم يشاركون الحرفه هذه وهم معانا في المصنع. نحن لحد الان لا نستخدم العماله الوافده. نحن الحمد لله الله يفخر. يعني نعمل بايدينا وبايدي ابنائنا. هل هذه الاعمال توفر يعني معيشه لكم كافيه، ولا ايضا تجد صعوبه يعني؟ والله هي صعوبات موجودة، ولكن هي تحديات. نعم. هي تحديات حالة من حال أي حرفة وحالة من حال أي مهنة. جميل. نصيحة ورسالة تحب أن تقدمها نحو الحرف العمانية؟ والله أنا أشجع بكل قوة وبإيمان من من مني يعني بالتمسك وإبراز هذه المهن، ليس بس كتراث، ولكن أنا نفسي فيها قيمة حقيقية وتقدر تثبت وجودها في الواقع. نعم جزاك الله خير. وأثبتت وجودها في الواقع. بارك الله فيك، سعيد بالحديث إليك. الله يوفقك. شكرا.